ولا المشكله في الوضع الحالي والاداره اللي موجوده في طبعا قياده فلورنتينو بيريز؟ زيدان ممكن يمشي اخر الموسم، طبعا ممكن يمشي، لكن هل البديل اللي هيقدر ان هو يتعاقدوا بيه لخلافه زيدان هل هو ده الحل؟ انا شايف ان وجود زيدان زي تعاقد مع مدير فني جديد، بمعنى ان انا بعض المراكز اللي موجوده في ريال مدريد لو بعض التعاقدات اللي احنا لو تم ريال مدريد التعاقد معاها هتحل المشكله السنه الجايه، وريال مدريد هيعود من جديد لنادي قوي جدا هينافس بشكل قوي جدا في بطوله الدوري والكاس والتشامبيونز ليج. اه نعم لسه عندهم بطوله ولسه عندهم بطوله بينافسوا فيها بقوه اللي هي التشامبيونز ليج، لكن خليني اقول لحضراتكم فين المشكله. اول حاجه احنا بنتكلم في اربع اسامي ممكن بشكل كبير ينتقلوا لفريق ريال مدريد بدايه من الموسم القادم. بنتكلم على ان في علاقه سيئه جدا او علاقه سيئه بشكل كبير ما بين كريم بنزيما وجمهور ريال مدريد، مش متقبلينه الراجل بغض النظر عن انه بيهدف وبيجيب اهداف، الا ان الجمهور شايفه ان هو تقيل، يعني تقيل على الفريق. وبالتالي هنعرف اكتر، يمكن معانا مداخله من الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي هيتكلم معانا اكتر وهنكلمه اكتر على المشاكل اللي موجوده في فريق ريال مدريد. استاذ احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، ازيك؟ اهلا بكل الساده المشاهدين. استاذ احمد بنتكلم على ريال مدريد، هل حضرتك شايف ان رحيل زين الدين زيدان هو ده المشكله اللي ريال مدريد بيمر بيها حاليا والتعاقد مع مدير فني جديد، ولا وجود زيدان مع بعض وجود تعاقدات قوية ممكن يرجع ريال مدريد تاني لمنصات التتويج المحلية؟ في وجهة نظري أنا شايف طبعا استمرار زيدان، لا أحد ينكر إن الطفرة الكبيرة اللي عملها زين الدين زيدان خلال السنتين اللي قعد فيهم في ريال مدريد. الراجل جه في يناير 2016، فريق كان منهار جدا مع رافائيل بينيتيز، خد في نهاية موسم 2015 2016 دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي عمل ثنائية الدوري الاسباني لاول مره من 2012، ما كانش بياخدوا دوري اسباني، خد الدوري الاسباني وخد معاه تشامبيونز ليج، بالاضافه طبعا للالقاب سواء السوبر الاوروبي او كاس العالم للانديه او حتى السوبر الاسباني في بدايه الموسم. يعني بدايه الموسم يعني كسب بعرض واداء قوي جدا برشلونه، ولكن التراجع ده ليه اسباب عديده. اول هذه الاسباب وبشكل واضح جدا طبعا الاستغناء عن جيمس رودريجيز والفارو موراتا وعدم وجود بدائل. مظبوط. اللاعبين دول تحديدا كان ليهم دور كبير جدا الموسم الماضي في عمليه الروتيشن اللي بيعملها زيدان. مظبوط. زيدان كان بيعمل روتيشن عشان كثره ضغط المباريات اللي كان اللي بيعاني منها الفريق على مدار الموسم. الموسم ده واضح جدا بعدم وجود البديل الكفء، بالاضافه طبعا ان في تراجع واضح، يعني تراجع كبير جدا في مستوى كريستيانو رونالدو، حتى ان بعض يعني بعض الناس في بعض التقارير في الصحف الاوروبيه بدات تسخر من رونالدو، بتقول ان هو من ساعه لما قال ان هو احسن لاعب في التاريخ والمستوى بقى هابط جدا. اعتقد الراجل ما جابش لغايه دلوقتي غير جونين بعد يعني. استاذ احمد بالنسبه لرونالدو وتراجع مستواه، هل حضرتك شايف ان هو تراجع مستواه فقط بسبب ممكن نقول بعد التصريح ده، ولا ليه علاقه بتجديد عقده او ان هو عايز يبقى زي ميسي اغلى او اعلى لاعب في العالم من حيث الراتب؟ هل حضرتك شايف ان ممكن يكون سبب من الاسباب ان رونالدو مستواه متدهور او مستواه مش هو ده رونالدو بست اهداف؟ يعني بنتكلم عن رونالدو واحد من اللعيبه المتالقين، هل حضرتك شايف ان الموضوع العقد وزياده الفلوس سبب من الاسباب؟ ده جزء بحسب التقارير الاسبانيه ان ده جزء كبير جدا. هو الراجل يعني رونالدو بيتكلم في اكثر من مناسبه وقال انا لسه اعتزل في ريال مدريد ومساله تجديد التعاقد دي في يد الاداره مش في يدي انا بس، لكن دي احد الاسباب مش كل الاسباب. انا في وجهه نظري شايف ان زين الدين زيدان لازم يغير من فكره شويه، فكره شويه لازم يتغير. عمليه الروتيشن دي محتاجه يكون دكه البدلاء تكون قويه، حاليا دكه البدلاء في ريال مدريد لو بصينا عليها لا، يعني اللعيبه مع ماركو اسينسو او لوكاس فاسكيز يعني ابز اند داون، المستويات مش ثابته. ومن ثم هو محتاج تدعيمات طبعا في فتره الانتقالات الصيفيه الجايه، الموسم ده بنسبه كبيره جدا الدوري الاسباني خلاص، كاس ملك اسبانيا خلاص، مواجهه باريس سان جيرمان مساله حياه او موت بالنسبه لريال مدريد، وان كانت طبعا مش هتكون سهله لان هم هيلعبوا فريق في يعني في الثلاثي الامامي بتاعه اقوى ثلاثي امامي دلوقتي اعتقد موجود في اوروبا كلها سواء نيمار او مبابي او كافاني. ولكن هو في الصيف محتاج زعيمات، وفي كلام قوي جدا على تعاقد مع مهاجم رئيسي لان كريم بنزيما. استاذ احمد انا عايز اسالك، ادي لك خمس اسامي قول لي مين فيهم ممكن يكون في ريال مدريد الموسم القادم؟ هاري كين، ليفاندوفسكي، ايكاردي، ايدن هازارد، محمد صلاح، مين الافيد ومين اللي ممكن يكون موجود الموسم القادم؟ من ناحيه الافيد في وجهه نظري انا شايف ان هاري كين هيبقى هاري كين وهازار هيكونوا مفيدين جدا لريال مدريد، ده في وجهه نظري. طبعا محمد صلاح احنا بالنسبه لنا كمصريين نتمنى طبعا يكون في ريال مدريد، يعني اكبر نادي في العالم، لكن محمد صلاح ماشي بشكل خطى كويسه جدا في ليفربول، بقى هو دلوقتي يعني الرجل الاول في ليفربول،
الانتقال لريال مدريد ممكن في وجهة نظري المتواضعة يعني ما يكونش، ما حبسوش على الأقل يعني يصبر شوية، لأن محمد صلاح حتى الآن ما بيقعدش في نادي أكتر من موسمين، تمام. يعني لو شفنا مسيرته كلها عايزين بس حالة استقرار شوية، خصوصا دلوقتي هو دلوقتي الرجل الأول في ليفربول. لكن بالنسبة للصفقات اللي في وجهة نظري لا، شايف إن هازارد وهاري كين هيكونوا تدعيمات قوية جدا لريال مدريد الصيف الجاي، خصوصا إن رونالدو كمان إحنا برضه مش عايزين ننسى إن رونالدو 33 سنة، بالظبط. عامل العامل البدني بدأ، لا لازم نركز في الحته دي، من العامل البدني ممكن يأثر عليه سلبيا لو لعب كل الماتشات، وبالتالي زيدان مثلا في الماتش اللي فات بتاع الكاس ما لعبوش، لان هو مظبوط. مضطر يعمل عمليه الروتيشن اللي هو محتاجه مثلا في ماتشات الدوري وفي ماتشات الشامبيونز ليج. احنا مش عايزين ننسى برضه ان ريال مدريد موقفه برضه في الدوري مش كويس جدا، لان يعني هو يعني انا شايف موقفه استاذ احمد ان هو الكلينيكان ابتعد خلاص عن المنافسه. اكلينيكي صعب، لا المنافسه بقت صعبه جدا يعني ببرشلونه بالظبط. بنسبه كبيره جدا، يعني هي بنسبة في وجهة نظري بنسبة أكثر من 90% خلاص حسم اللقب نظريا وعمليا. يعني طب هل زيدان مباراته القادمه امام باريس سان جيرمان ممكن تبقى فاصل في مشواره مع ريال مدريد؟ والله أنا في وجهة نظري يعني أنا للأسف هو فلورنتينو بيريز يعني راجل معروف عنه إنه بيتعامل بيبقى منطق للمدرب، لو ما نجحش معايا همشيه آخر الموسم، حصل مع أنشيلوتي يعني جاب لهم اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا، الموسم التالي فشل في كل البطولات مشاه. ولكن أنا شايف إن لازم يتم الصبر على زيدان، على الأقل يعني يشوف يعني في الصيف هيعمل إيه والموسم القادم هيعمل إيه، ما يتمش الإطاحة بالرجل، لأن الرجل فعلا أنا زيدان عمل إنجازات كبيرة جدا، مش بس إنجازات، زيدان دي رؤية ملعب رؤيه كويسه، ولكن هو لازم عمليه الروتيشن اللي هو بيعتمد عليها دي لازم تحتاج دقه بناء قويه، وهذه حاليا غير متوفره في ريال مدريد. يمكن اسمه بيتردد بقوة للتعاقد معاه كمدرب الموسم القادم خواكيم لوف، هل انت شايف خواكيم لوف ممكن تمشي سياسته مع سياسة ريال مدريد الفنية؟ في وجهه نظري هو طبعا جواكيم لوف بيعتمد على الكره الشامله وفي منتخب المانيا الكره اللي هي اللعب الجماعي، وان هو ما فيش اعتماد على النجم الاوحد، لكن في وجهه نظري الموضوع مش هيبقى سهل، وما اعتقدش ان منتخب المانيا هيتفرج في واكيم لوب خالص، يعني دي يعني ان هم خصوصا مجددوا عقده من كام شهر قريب، فهيبقى صعب الموضوع، هيبقى صعب. في كلام تردد ان هو ممكن يبقى في ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام او طبعا. ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس، وان كنت برضو في وجهه نظري شايف ان زيدان هو رغم المرحله حاليا في ريال مدريد رغم ان الموسم ده هيبقى موسم كارثي للفريق. انا متفق معاك جدا، لكن هل لو زيدان خرج هيبقى واجهته باريس سان جيرمان ولا منتخب فرنسا؟ والله انا اتمنى منتخب فرنسا بصراحه، انا لسه اشوف زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، لان انا في وجهه نظري منتخب فرنسا حاليا اقوى منتخب في العالم يمتلك مواهب كرويه، صح، مظبوط. السكواد بتاعت منتخب فرنسا سكواد قوي جدا، يعني هو ممكن ديدي ديشامب في القائمه اللي هيصدر كاس العالم ممكن يستغني عن اسماء كبيره جدا بنظر قوه السكواد، ولكن انا شايف ان ديدي ديشامب مش بحجم هذه الاسماء، انا شايف ان بالعكس زيدان هيبقى مناسب جدا يعني القايمه القويه السكواد القويه جدا اللي موجوده في منتخب فرنسا دلوقتي. طب لو خدتك لبرشلونه سريعا وقلت لك تعاقد كوتينيو مع برشلونه، شايف ان ده هيريح ميسي في الملعب؟ هيريح ميسي وده خليفه انيستا، انيستا دلوقتي كبر جدا خلاص، يعني ما بيقدرش يلعب كل الماتشات دلوقتي، فبالتالي ده تعاقد ناجح جدا بصرف النظر عن قيمه الصفقه اللي انا شايفها برضو فيها مبالغه شويه، ان كان ده سوق يعني دي الاسعار حاليا سوق الانتقالات، لكن ده اضافه قويه جدا واضافه قويه جدا لصناعه اللعب لايه سواريز تحديدا، كمان مش لميسي، احنا عارفين يعني لعبوا مع بعض الاثنين في ليفربول وكانوا قريبين جدا من منح ليفربول لقب تاريخي في البريمير ليج، يعني لولا ان الحظ في الامطار الاخيره يعني في الدوري موسم 2013 2014، فاضافه قويه طبعا بالنسبه لبرشلونه. يعني برشلونه وفالنسيا في الكاس، شايف مين اقرب؟ مين ممكن يفوز؟ نظريا برشلونه تمام. الاسماء وكل حاجه والمستوى السنه دي، ولكن انا شايف ان فالنسيا مع مارسيلو السنه دي المدرب بتاعهم عاملين شغل كويس جدا، يعني الفريق الكام سنه اللي فاتوا كان بينافس على الهبوط ونتائج متذبذبه وعدم استقرار اداري في الجهاز الفني، لا الموضوع السنه دي مختلف وفي استقرار شويه، وان كان نظريا برشلونه، ولكن كل شيء طبعا وارد في كره القدم. يعني طيب، يعني عايز اتكلم معاك اخيرا على اتلتيكو مدريد وسيميوني، هل شايف ان سيميوني بيسطر اخر سطور ليه مع فريق اتلتيكو؟ اعتقد ان سيميوني لازم برضو زي ازاي لازم بس سيميوني مقتنع اكتر يا يغير احمد شويه من بطريقه فكره، 4 4 2 جدا، مش عايز يغيرها، عنده بعض القناعات كده اللي احنا لو ركزنا معاها هلين هو لو غير ممكن يكون في نتائج افضل.
سيميوني لازم يغير فكره، خصوصا في الماتشات يعني قدام الفرق الكبيره، مثلا صح سواء الريال او البارسا او كده، ممكن اقول لك نلعب بالتكتيك ده او بالتكتيك المتحفظ شويه، لكن قدام فرق صغيره او فرق متوسط الجدول، في الفرق منتصف الجدول لازم يغير قناعاته شويه. هو سيميوني كان هيواجه مشكله كبيره جدا في الصيف الجاي، انه احتمال بنسبه كبيره يخسر انطوان جريزمان صالح برشلونه. كنت لسه اكلمك، هل موضوع رقم 7 اللي كوتينيو ما لبسوش ولبس 14 ده ليه تفسير للكلام اللي انت بتقوله؟ انا اعتقد ان انطوان جريزمان اقرب، يعني لو هيمشي هيبقى اقرب لبرشلونه منه، الى لان خلاص بنسبه كبيره جدا مانشستر يونايتد خلاص بعد التعاقد مع اليكس سانشيز، فاعتقد استبعد فكره التعاقد مع انطوان جريزمان، وبالتالي انطوان جريزمان اقرب لبرشلونه ان طالت المفاوضات بشكل صحيح، وان كانت تحديدا القصه دي فيها مشاكل بين اداره الناديين سواء برشلونه اتلتيكو مدريد، لان برشلونه تفاوض مع عائله اللاعب بدون علم اداره اتلتيكو، وده طبعا اغضبهم، فاداره اتلتيكو قدمت شكوى لدى الفيفا في اداره برشلونه، فلسه هتشوف القصه هتمشي ازاي، ولكن دي هتبقى مشكله كبيره جدا. صحيح ان هم استعادوا انطوان جريزمان، استعادوا سوري دييجو كوستا، ولكن في الاول وفي الاخر هتبقى في مشكله، في مشكله ان انطوان جريزمان لعيب تقيل جدا وهام جدا في اتلتيكو مدريد، واحنا شايفين ان هو السنه دي مستواه متذبذب جدا، ان هو مش مركز، هو كان عايز يمشي الصيف اللي فات، ولكن هو اضطر انه يقعد في الفريق بالنظر الى ان هم اتمنعوا من التعاقدات بناء على عقوبه دي. الديلي ميل اتكلمت وقالت يا احمد ان مانشستر سيتي بيفاوض انطونيو جريزمان مقابل اجويرو، عايزين يعملوا صفقه تبادليه ان اجويرو يروح فريق اتلتيكو مدريد وجريزمان يروح مانشستر سيتي، هل الكلام ده صح ولا برشلونه ولا مين الاقرب للاعب؟ يعني اخذتك من ده عشان اعرف. انا في وجهه نظري برشلونه لا، انا اعتقد ان برشلونه اقرب لانطوان جريزمان من مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي في الحته بتاعت انطوان جريزمان عنده كذا لعيب بيلعب فيه، يعني ممكن دي بروين ممكن يحطه في الحته اللي هو حابب، ممكن عنده ديفيد سيلفا يحطه في الحته اللي هو حابب، او ممكن جابريال جيسوس يلعب في الحته دي. انا اعتقد ان مانشستر سيتي حاليا محتاج لاعب، في وجهه نظري محتاج لاعب سترايكر صريح تاني جنب اجويرو، اجويرو برده بدا عامل السن برده وكده، فهو محتاج برده سترايكر صريح، ان جابريل جيسوس مش مهاجم صريح بالمعنى الصريح، هو مهاجم شادو سترايكر، يعني مظبوط، لعيب بيلعب تحت راس الحرب، فهو اعتقد هم محتاجين الحته دي، ولكن كل شيء وارد، ممكن برضو هو شايف جوارديولا ليه وجهه نظر احنا مش شايفينها ويطلب التعاقد مع تونجا، لكن سير يعني الشكل العام بيقول ان جريزمان اقرب الى الانتقال الى برشلونه. بكره في مباريات في الدوري الاسباني او مباراه مهمه جدا ما بين فالنسيا وريال مدريد، يمكن على ملعب المستايا، ملعب فالنسيا، شايف مين الاقرب مع ان طبعا فالنسيا عندها اصابات كتيره جدا؟ الماتش صعب جدا، انا اعتقد ان ريال مدريد وزيدان عندهم حافز كبير جدا، هم عايزين يردوا في الملعب، عايزين يردوا على اللي حصل قدام ليجانيس، وكانت مفاجاه كبيره جدا، يعني ريال مدريد حتى لو كان في عنده غيابات ما يخسرش قدام ليجانيس على ارضه ويخرج من الكاس بالشكل اللي حصل ده، بالمنظر اللي حصل ده، خاصه المستوى في الشوط الثاني كان مستوى غريب جدا، فاعتقد وفي نفس الوقت فالنسيا عايز يثبت نفسه، احنا عارفين ان ماتش الدور الاول انتهى بالتعادل 2-2، وماتش كان متألق فيه كوندوبيا اللاعب الفرنسي القادم على سبيل الاعاره من انتر ميلان، فبالتالي هيبقى ماتش مرتقب جدا، وبرده ماتش المقاعد الاوروبيه، يعني المنافسه بينهم مين اللي هيحجز المركز الثالث المركز الثاني خلف برشلونه كده، يعني طبعا المركز الاول بنسبه كبيره جدا محسوم لبرشلونه. احمد غنيم بشكرك شكرا جزيلا، كنت معايا في برنامج كوره سكر واتكلمنا على الدوري الاسباني وكل ما يخص ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد. يمكن